الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال موقع يويل برايس إنه بالرغم من ارتفاع أسعار النفط فإن العراق لا يزال يواجه تحديات كبرى تتمثل في اعتماد الاقتصاد على واردات النفط. وأشار الموقع إلى أن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني حذرت من تنفيذ خطط حكومة بغداد بمضاعفة طاقة الإنتاج النفطي إلى الضعف تقريبا على المدى المتوسط، مبينة أن ذلك ستحكمه التوقعات المستقبلية بالطلب على النفط وتقلب الأسعار، وكذلك تحديات عدم الاستقرار السياسي الذي يقوض الاستثمار في قطاع النفط والغاز. كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوتشر عن عودة عمليات تهريب وتبييض الأموال عبر مزاد بيع العملة في البنك المركزي بقوة أكبر بعد إعلان مصطفى الكاظم القضاء عليه. وقال كوتشر إن المزاد الذي يجريه البنك المركزي يوميا فيه فساد كبير، مبينا أن الفواتير التي تقدم وأرقام البيع التي تعلن مبالغ بها وهي أكثر من حاجة البلد، وفيها تبييض للأموال وتهريب للعملة الصعبة دول الجوار. وأضاف كوتشر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن القضاء على الفساد بمزاد العملة إلى غير رجعة، إلا أنه تم إرجاعه مرة أخرى وبقوة أكبر لأن الإرادة غير موجودة ولأن البلد مباح للكتل السياسية والمتنفذين من الأحزاب. أعلن رئيس نادي باريس مينويل مولين أن الدول المانحة في النادي وافقت على شطب 14 مليار دولار من ديون السودان. وأضاف مولين أنه يتعين على دائني السودان الآخرين من القطاعين العام والخاص بذل جهود مماثلة حيال دين السودان الذي تبلغ ديونه أكثر من 23 مليار دولار، ستتم إعادة هيكلة نحو 10 مليارات دولار بالإضافة إلى 14 مليار دولار سيتم إلغاؤها. هوت الليرة اللبنانية بأكثر من 2000 ليرة مقابل الدولار في أقل من ساعة إثر تصريحات متشائمة لرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري اعتذر فيها عن تشكيل حكومة بسبب الخلافات بشأن التشكيلة. ووصلت الليرة إلى نحو 21600 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، مقابل نحو 19500 ليرة، وهو أدنى مستوى لها منذ أن نال لبنان استقلاله من فرنسا قبل حوالي 78 عاما. وأشار متعاملون إلى أن هناك توقعات بأن تستمر الليرة بالانزلاق بعد تصريحات الحريري التي اعتبرها كثيرون بأنها مؤشر على دخول لبنان في نفق مظلم. ارتفع الدولار الأمريكي محققاً أفضل مكاسب أسبوعية له في نحو شهر، مدعوماً بالشراء بسبب من خوف المستثمرين بشأن زيادات أسرع في أسعار الفائدة في أمريكا وبزيادات الإصابات بفيروس كورونا. ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية مع ارتفاعه خلال الأسبوع حتى الآن بنسبة 0.5% مقابل اليورو، ونفس الشيء تقريباً مقابل الجنيه الاسترليني، وأكثر بقليل عند 0.9% مقابل الدولار الأسترالي. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ثابتا عند 92.604 يوم الجمعة. تراجعت أسعار النفط متجهة لأكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أيار على الأقل، إذا أثارت التوقعات بزيادة الإمدادات مخاوف المستثمرين. ونزل خام برنت تسليم أيلول بمقدار 20 سنتا إلى 73.27 دولارا للبرميل الواحد، ويتجه لخسارة 3% هذا الأسبوع بعد يومين من الانخفاضات الشديدة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ شهر أيار. وهبط الخام الأمريكي تسليم آب بمقدار 19 سنتا إلى 71.46 دولارا للبرميل، وهو في طريقه للانخفاض بنحو 4% هذا الأسبوع في أكبر تراجع أسبوعي منذ شهر آذار الماضي. ختام الموجز، دمتم بأمان الله.